رأي عام على أبو مقتدى منه أبو عم الصادق أم على أبويا أبو شرفة، لأن لو مو عار ما جاب مقتدى من أخو خامنائي أم على أبو خامنائي أبو عمامتي. يلا والله شل قواوي تاي أستاذ أحمد، هو مقتدى من هسه يريد يسميه غير الاسم من العراق جمهورية العراق إلى جمهورية الصدرين عراق الصدرين، يريد يغير الاسم بعد يا يومين بمؤسسات. هسه كنت من المضحك شنو سمعتهم يقول ديال سجل وانشر على اليوتيوب شنو تاج الصدرين عراق الصدرين الصدرين ايش قدم للعراق أرد أعرف. هو بعد قال هو الأول صار خطاء الحزب الدعوة، حزب الدعوة أول من سوى مفخخات بالعالم، وأول من سوى حسام ناسف بالعالم، وأول من خلق مجاميع عرابية بالعالم، هذا حزب الدعوة. غطاء محمد باقر الصدر، إجاني محمد صادق الصدر رجل مخابرات صدام حسين، خدم صدام حسين لما الله قال له بس استاذ احمد مرض على صدام قصر كفته وناش عرضه استاذ احمد اخوان خلي بالدور الشباب استاذ احمد خلي بالدور الشباب خليها بالدور استاذ احمد ورفقتك استاذ مواليدك يا جماعه استاذ احمد حبيبي استاذ احمد استاذ علياء ايش قد استاذ احمد مواليد مرصتكم يعني استاذي الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 سنه ميت بس غير قاعد نقرا كتب ونعرف لا مواليد أنا آسفة جماعة الكتم آسفة بس شو اللي دخله بالمواليد أستاذ ذيل يا ريت لو نخلي أستاذ ذيل وأحمد رشاح يتكلمون تفضلوا آسفة على الكتم ساعدني كوهست عراقي ساعدني كوهست تفضل أستاذ ذيل مورد تسأل أستاذ أحمد ذيل وانت سألت عن المواليد؟ سلام عليكم مو ذي الاني يابا مو ذي الاني واحد لا لا ان شاء الله مو ذي ماكو ذي ان شاء الله كلكم بس يعني استاذ احمد مع الاسف استاذ احمد رجل وطني واحنا نعتقد به ونثق به والله واحنا ان شاء الله يعني شيعنا الشهيد ايهاب الوزني وكان يبكي وكان حرقه يعني مع الاسف ينطق بهذا الكلام يعني السيد الشهيد بغض النظر عن ابنائه ما له شغل باي ابن احنا عندنا يخرج الخبيث من الطيب واخرج ما له شغله بس السيد يعني كان مجاهد كان رجل صاحب علم صاحب جهاد وقف الوحيد الوقف في سبيل وجه البعثيه هاي الحركات كلها الانتفاضات هي ممكن استاذ احمد نزل انا جاوبك منو قلت وجه البعثيه يا هو شايا هو حيدوري حبيبي يا جليل حيدوري زهره وكمون وخضروات بس اسمع لي ارد اشوف منو وقف وجه البعثيه بس اسمع لي ارد اشوف اعطيني تصريح واحد يذكر بي صدام حسين وانطيك بس لحظه استاذ علياء وانطيك 10 تصريحات له يمجد بصدام حسين يلا استاذ امجد ما له علاقه بالمواليد التاريخ ضيق